كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس التابعة لجامعة مولاي إسماعيل تفتح أبوابها في وجه تلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، وترمي هذه الأبواب المفتوحة والمنظمة على مدى يومين والتي تشمل مختلف المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل إلى تعريف تلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا على المسالك التي تتيحها كلية الجامعة المختلفة ووتيرة المناهج المقترحة، وكذا إطلاعهم على شروط القبول وتمكينهم من فهم أفضل لمراحل الدراسات واكتشاف أماكن التكوين التي توفرها الجامعة. الهدف من هذه الأبواب المفتوحة التي تنظم لأول مرة هو أولا تعريف التكوينات المتواجدة الموضوعة لشرة الطالب الجديد الحاملي بكالوريا، اللي يعني غادي تكون معلومات حول الإجازات الأساسية، التكوينات المهنية كالإجازة المهنية، الماسترات والماسترات المتخصصة، باش يعرف بأن الطالب ملي كيولج الجامعة كيمكن له يوجد حامل مشروع مهني، ويعرف بأنه كاين مسارات اللي كتعطي الفرصة لجميع الطلبة أنهم يغيروا المسار ديالهم من إجازة إلى مثلا مهندس أو إلى كلية الصيدلة والطب عبر المباريات. إلى ذلك يرتقب أن تستقبل هذه الأبواب المفتوحة الآلاف من التلاميذ والطلبة المهتمين بتكوينات الجامعة، لا سيما مسالكها الجديدة التي تتيح ولوجية أكبر لسوق الشغل.